رغم ما شهده العالم من تحديات طالت أعتى الأنظمة الاقتصادية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك التحديات بصلابة ومرونة أشادت بها المؤسسات الدولية والإقليمية. في هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء جهود دعم الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات خلال هذه الفترة، وذلك ردا على بعض الادعاءات التي تشكك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري وفي أدائه.